غادي اليوم غادي نشوفوا اللي بتبدل الزيت وما تنساوش واحد الفلتر حتى هو كيتبدل في البينيلي. فلتر ديال الزيت عشيري. انت فلتر الفلتر هذا اللي كيكون هنايا. شنو هو الفلتر هذا؟ يعني هذا الفلتر هذا تبدل الزيت جوج مرات ثلاث مرات خصك تبدلو. وانت فرشتينا كاع المغينه ديال الكوزين خدمتك. ها انتم مع الفلتر هذا يعني خصك تبدلو حتى تصفي الزيت. ولا كان عيان يقدر يكون لك الموتور. انت هو تيخرج. هما شتا الخوت هاد الفلتر هذا هو كيدق هادشي. هذا تيخليه ما مهلش هذا قال لك ما تخلصوش يوتيوب. ما مهلش في الموتور. هاكا شت خمسة درهم شتا انا لقيتها عندي. راه شفر راه الفلتر. هانتوما هاد الفلتر هذا شتيه وكل الدق. يعني هذا الا خليتيه يقدر يكولي لك الموتور ما بقاش دوز الزيت. يعني غادي توسخ بقاش دوز الزيت غادي تكولا. يعني هذا الفلتر هذا تيدير 40 درهم 50 درهم. يعني اللهم هو ولا يمشي لك الجروب طلع في الحديد يطلع فيك. انتوما تتمسحوا شي مزيان هنا وهذا يقدر كاع تبدلو يا في الدار. كنت كيسارو 21 20 صافي شحال من قلت لي تبدلو في الدار و تيشوف فيها مع هو سيكليس. سيكليس هو ماشي سيكليس. انتوما بقى فيه الحال. دابا لكم كلشي تيبدلو في الدار هو يبقى جالس. ما تكونش عنده الخدمة. نمشيو تنشفرو نشفرو نشفرو الماطر صافي. انتوما وشوفوا عندك ولا تقلبوا بينيلي ديروا لها بيليكي. سميت البينيلي ديما الفوق. بينيلي ولا بيليكي. يعني هذا الفلتر الخوت ما تنساو اللي عنده البينيلي. وكاين شحال موتور يعني ثلاثة المرات تبدلتي الزيت خصك تبدلو. كاين شحال الموتور. الموتور اللي عندي ما كاينه واقفة. يعني باش يبقى بقى الموتور ديما نقي وداك الفلتر تيحبس الوسخ تاع الزيت. يعني الا كنتي ما كديرش شي زيت اللي هي يعني زوينه يعني دغيا تزيد توسخ داك الفلتر وما بقاش يدوز الزيت ويقدر انه يتكل لك الموتور. يعني خصك ديما الزويته. ارى ليا شقط عليا. انتم دابا الزيت انا سارو تتحيد داك البولون. انتم ارى ليا شقط عليا. زيت 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 انت سويتة بلدية. يعني هذا الفيديو هذا علاش درناه ماشي على حساب الزيت على حساب داك الفلتر. كاين اللي عنده موتور وما عمرو بدل ليه الفلتر يعني يمشي شي نهار تيتكون عليه الموتور. هذاك الفلتر تيحبس الوسخ تاع الزيت هو اللي تيدوز الزيت. يعني الا حبس هذاك غادي تحبس الزيت ومابقاش يدور في الموتور. اذا مابقاش يدور الموتور الزيت في الموتور يعني الكولاج غادي تكول عليك الموتور. قول لي السيكليس شنو يضرب ليه؟ يضرب في الموتور؟ يضرب السيلان وبيبروكان. غادي يضرب السيلان وبيبروكان. يعني السيلان وبيبروكان غادي يمشي. انت تكي الموتور بحال هكا قطر الزيت. الزيت البلدية. عندو ترجع ترجع. يعني البولون كاين لهاد الجهة جهة بينيلي. حيت كاينين تما جوج بولونات. شوفو شتي يبانو. شتيو؟ يعني هذا اللي لهاد الجهة. هادو هما اللي كاين جهة بينيلي ورا ليا ماشي جهة الشاكمة اللي كاين جهة أخرى. انت تتسيرو. انتم دابا الزويته بلديه صافي الزيت تنخويوها. يعني انا كنستعمل التوتال. دابا حنا تنديرو الاشعال التوتال خصنا نشوفو معاهم
يعتبرنا شي داعم. انت فين هذيك اللعيبه؟ ليش بهذي؟ هي انا فين تعرف الزيت؟ يعني الزيت باينه واش كاينه ولا ما كاينه؟ يعني خصو يكون ما بين ديك ال و ا ايه الراديك ياك؟ لا اشوف بالمينيموم والماكسيموم. انت بالمينيموم والماكسيموم، يعني في ديك الدجاجه كيبان لك كلشي فين وصل الزيت. انت والفلتر واحد الحاجه اللي هو نسينا كاع داك البولون، يعني زعما اللي بتحل الزيت البولون لتحت، يعني خص تخليه تيبرد، ما تحلوش هو سخون، يقدر يتفور لك داك الكرو اللي كاين لتحت. صافي والتمار الموتور تخليه واحد شويه تدور فيه الزيت، ما تمشيش تمشي به ديريكت باش يبقى الموتور ديما نقي. يلا والحلقه تاعنا سالات، نساونا كنتابوناو تشيروا الجيم وراكم تم